ورا الدنيا. والنهارده بصراحه بقى بستغل وجودك زي ما كنا بنقول ان احنا نتكلم عن عيوب كتيره بتعاني منها ستات وبنات كتيره. فعايزه ابدا معاك يا نهى بفكره او مشكله الهالات السوداء اللي تحت العين، الغمقان اللي تحت العين. دي مشكله مش كل الستات بتعرف تحلها، والميك اب بيبقى اسهل طريقه او اسرع طريقه. عندي مناسبه، عندي خروج، عندي ميعاد شغل، فقولي لنا بقى ايه مشكله زي دي، علاجها ايه من ناحيه المكياج؟ اوكي، هي الفكره اصلا ان لازم نبقى فاهمين واحنا بنختار الكونسيلر او البرودكت اللي هنداري بيه تحت العين نبقى بنختاره على اساس ايه. فلازم نبقى فاهمين المشكله اللي موجوده في العين. الحقيقه الحته دي في الميك اب تحديدا هي اكتر حاجه معقده، اكتر حاجه رخمه، اكتر حاجه بتضايقنا كلنا، سواء انا بحط لنفسي ميك اب او ان انا بعمل لحد ميك اب. الاريا اللي تحت العين دي المفروض هي في تجويف اوريدي، يعني دايما الحته دي داخله لجوه. فالنمبر 1 اللي بيقابلنا ان في عمق، في عمق بيدي دايما شادو، بيدي دايما لون اغمق، حتى لو تحت العين ما فيش هالات سوداء او ما فيش غمقان، مجرد ان المكان ده داخل لجوه اكتر فبيبان اوريدي اغمق. فده العيب الاولاني. تاني حاجه ان الحته اللي تحت العين دي السمك بتاعها رفيع قوي 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 غير سمك الوش، يعني هنلاقي الجلد هنا غير هنا، هنا صحيح. رفيع قوي، فده بيخليه شف اكتر اللون اللي تحته. والحقيقه برضو ان المنطقه دي ما فيهاش مسام، ما فيهاش بورز خالص، فما بتتنفس زي بقيه الوش، ما بتطردش الدهون او الحاجات التانيه زي بقيه الوش. فبتشف بتتغذى عن طريق الفينز، عن طريق العروق، فهي بتبين اللون الازرق اللي تحتيها. فالدارك اريا اللي تحت العين ده لون ازرق مش لون اسود زي ما بنقول هالات سودا. فاحنا لو فهمنا ان الحته دي لونها يبقى مايل للزرقان اكتر من انه يبقى اسود هنقدر نعالجها. طيب في مشكله كمان بتقابلنا في موضوع العين، انه المكان ده دايما احنا من غير ما بنشعر كل يوم بنلاقي نفسنا بنغمض وبنفتح في الثانية أكتر من مرة. فالمكان ده مع الاستخدام وإن أنا أفتح عيني وأقفل عيني ده بيعمل لي رينكلز كتير جدا، سواء هنا أو هنا أو هنا. فالمكان ده مليان مشاكل ومليان عيوب. عشان نسيطر على أيوة احنا تعقدنا بقى نحلها نحلها. أول حاجة بالنسبة للإرهاق مبدئيا ده ليه علاج بيفور الميك اب، قبل ما نعمل الميك اب، ان انا ابقى عندي ارهاق، ان انا ما نمش كويس. طيب تتعالج ازاي؟ لا، هي مبدئيا محتاجه شرب ميه كتير جدا، ومحتاجه ان انا اعتني بالمنطقه دي، ليها كريمات معينه، مش اي كريم موسترايزر بستخدمه للوش ينفع لتحت العين، لان تحت العين زي ما قلنا ما فيهوش مسام، فهي برودكتس معينه هي اللي مخصوصه لتحت العين، منطقه تحت العين هي دي اللي كريمات الوش ممنوع اصلا تيجي على تحت العين. بالظبط. طيب استحاله. هتكملي في نفس النقطه؟ اتفضلي. هي احنا انا بس كنت عايزه منها حاجه استحاليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع الكونسيلر. لو انا فهمت دايما كلنا بنروح نختار كونسيلر درجته فاتحه، وده بيداري موضوع العمق بس، يعني انا لو الحته دي داخله لجوه وبحط كونسيلر فبطلع الحته دي شويه كانها طلعت لبره بلون افتح شويه، وده بيدينا احساس انه لونه جراي، بنفضل عندنا نفس المشكله ان الحته دي متضايقه ضي على جراي، لان انا بعالج مشكله العمق ما بعالجش مشكله الزرقان. مشكله الزرقان دي لازم اعمل لها حاجه زي نيوتراليزيشن، معادله اللون، ارجع اللون الازرق ده للون البيج. لازم استخدم كونسيلر في درجه اورنج، ما ينفعش استخدم كونسيلر لونه فاتح او افتح من درجه الفاونديشن. لازم يبقى فيه نسبه اورنج، ونسبه الاورنج دي لازم تبقى على قد نسبه الزرقان اللي موجوده. طب احنا هنخليكي تبتدي وانا هسالك وانت شغاله طبعاً. عشان ما نضيعش وقت. طبعا انجي معانا جميله، وهنشوف انت عامله لها اي حاجه ولا لسه. هي مش بيز خالص، مش حاطه بيز، بس نضف لها الحته بتاعت اندر اي.